طولت بس كل شيء بوقته حلو. هي فلسطينية سورية عربية قدرت أن تكون نجمة بكل الوطن العربي من خلال الأدوار اللي جسدتها، قدرت تفوت على كل بيت وعلى كل قلب من خلال أدوارها الكوميدية وحتى من خلال أدوارها بالتراجيديا. ما بتحب الاستعراضات لأنه هي واثقة بفنها وواثقة شو عملت وشو عم تقدم وشو بعد بدها تقدم. الأسود يليق بك. النجمة العربية بنفتخر فيك، ألف مبروك. وأكيد كان إلي الشرف أن اشتغلت معك بمسلسل خاتون، نجمة عظيمة. مساء الخير، مسانا مساكن ومسانا أفضل دائما بإذن الله. ما حطول عليكم كتير، بس طولت بس كل شيء بوقته حلو الحمد لله. بعرف حالي إنه أنا بستحقها، وبعرف إنه أنا ما حدا حيقول ليش عطيتوا شكران الجائزة، حيقولوا بالعكس إنه برافو إنكم عطيتوا شكران الجائزة بهدية لبلدي الغالي والعزيز فلسطين غزة، لأهلي هنيك، لعائلتي، وأكيد بلدي اللي احتضنتني لولاها أنا ما بكون هون سوريا، ولكل الشخصيات اللي لعبتها بحياتي وكانت بتستحق إنها تاخد جائزة وما أخدت، فبهديهم هي الجائزة لغادة بسبع نجوم، لزكية بخان الحرير، لوردة شامية، لهدى بمذكرات عشيقة سابقة، لسكر بما وقف التنفيذ، لأم تيسير ضقاء الجن، لفوزية بباب الحارة، لطرفة بدنيا، لكتير أدوار كان لازم تاخد جوائز، فريدة وأم الزين أكيد الشو لكان، ولأم الزين ولسعاد بحارة الإبة ولكل أدواري بقول لهم فريدة، فريدة الأسعد بلعبة حب هي اللي عطتكم هي جائزة، بس الجائزة بالنهاية كلها للناس اللي تعبت معهم واشتغلت معهم ايد لحالة ما بتسفق، لكل المخرجين والأساتذة اللي وقفت معهم. وآخر شيء بدي أقول نحن ما بنخاف نجي على لبنان، نحن لما بنخاف بنجي على لبنان لأنه أمن وأمان. شكرا كثير. مع احترامي طبعا للدراما اللبنانيه، بس قدرتوا انه تكونوا الاوائل برمضان هيدا، وان شاء الله.